أهلا ومرحبا بكم في البرامج التعليمية الخاصة بيوكان والمتعلقة بميزة بيج بولدر. سنشرح اليوم كيفية إضافة لينك بوتون إلى لاندين بيج الخاصة بك. أولا انتقل إلى Others، ثم انقر فوق لينك بوتون، اختر أي من أنواع الأزرار الثلاث. في Content يمكنك تحرير نص الزر وإضافة أيقونة له أو صورة. أما بخصوص Button Click Behavior فتمكنك من تحديد الفعل الذي تريد للزر القيام به، بالإضافة إلى إمكانية اختيار تموقع الزر. في Style، في General Section Styles يمكنك تعديل Alignment والWidth وارتفاع المارجن والباتين. هنا يمكنك تعديل لون خلفية الزر وفق ما تراه مناسبا. في بوتون تكست ستايلز يمكنك تحرير أشياء مثل حجم الخط، تموقع النص ولون النص، إضافة إلى تضليل النص. في بوتون ايكون ستايلز لديك العديد من الاختيارات للاختيار من بينها، من قبيل تموقع الأيقونة وحجمها ولونها، إضافة إلى المسافة بين الأيقونة والنص وتضليل الأيقونة. في بوتون Border Styles يمكنك ضبط Border Radius أو اختيار تعديل كل زاوية عن طريق تفعيل الزاوية المستقلة. قم بتحرير Border Width وألوان البوردر. في بوتون Animation اختر كيفية تحريك الزر وقم بتحرير إعداداته. في Shadow قم بتحرير إعدادة ظل الزر وفق ما تراه مناسبا. دون أن ننسى Buttons CSS Section. كان هذا كل شيء بخصوص هذا الفيديو. لا تنسى المشاركة والإعجاب والتفاعل عبر التعليق والاشتراك في قناتنا. مع يوكان لا مبيعات لا رسوم.